بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به
إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى
ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الذي لا إله إلا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز
العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكواعب أترابا وكأسا
إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء جزاء من ربك عطاء حسابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذبا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا يوم يقوم الروح والملائكة صفا فلا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا
يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قد قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وصحبه